يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وفي الصباح الباكر طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 32، الصغرى 24، الإسكندرية 30-21، مطروح 28-20، بورسعيد 29-24، الإسماعيلية 33-21، ننتقل للسويس 32-22، العريش 30-19، طابة 31-23، شرم الشيخ 35-25، الغردقة 35-23، أما الأقصر 38-22، أسوان 38-24، الوادي الجديد 38-21، حلايب 32-24، شلاتين 33-25. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.